مساء الخير. اليوم 12 من شباط 2021، حيث تشهد مناطق الريف الغربي من لواء الكورة بشكل خاص خرب الدير العسل حركة تنزه قوية، سيما مع الأجواء المشمسة اللي حبان الله فيها عز وجل، حيث نلاحظ أن هناك اليوم كثير من المتنزهين والمصطافين قد قاموا بالقدوم إلى الريف الغربي في لواء الكورة بمحافظة إربد بشمال الأردن للتمتع بهاي الأجواء المشمسة، خاصة مع لاندسكيب تبع منحدرات خربة دير العسل. ونحن بدورنا ندعوكم إلى زيارة خربة دير العسل الواقعة في الريف الغربي من لواء الكورة بمحافظة إربد للتمتع بهذه الأجواء الجميلة الساحرة، هذه المنحدرات التي قل نظيرها في المملكة الأردنية الهاشمية. هذه دعوة لزيارة هذه المنطقة والتمتع بجمالياتها.